علشان ننزل البرنامج حق الجافا كومبايلر نكتب في جوجل intellij download. زين يضغط يطلع لنا هاللينك. رايت كليك اوبن، وعندنا خيارين. اي خيار بنختار؟ بنختار كوميونيتي. تمام، نضغط على داونلود. والحين عقب ما نزلنا الانتليجي نضغط عليه. بيطلع لنا المسج: Do you want to allow this app to make change to your device؟ تقول له yes. بيطلع لي هالشاشة next. مكان الباث ماله. بعد اضغط next. اقدر اخلي لي نسخة في الديسكتوب. create association، خلينا نجرب هاي. زين وقت اللي خلص نضغط run وفنش عشان يشتغل ونشوفه. ثاني ليسن اقول له confirm وcontinue. بعدين data sharing، خلينا نقول no don't send. تختار اللون اللي يعجبك، تبغي يكون اسود او ابيض. انا في العادة احب يكون لايت. زين ف ناكس. مثل ما بتشوفون هاي الاشياء اوريدي موجودة، نقدر نعدل فيهم بعضهم لا. احنا اهم شيء عندنا هالاثنين. زين نطالع هني اذا نبي ننزل اشياء اكثر. ما في شيء يتعلق في جافا فما بنزل شيء. بتفتح لنا هالشاشة، بنقول له new project. طلع لنا new project. زين الحين هني شوفوا no SDK، ما في باكج. زين فعلشان ننزل لنا باكج، زين شنو نضغط download GDK. تمام فيرجن 15 اوكي. سوي له داونلود، ننتظر على ما يصير له داونلود. عقب ما نزلنا الباكج 15 زين نضغط عليه next. بيطلع لنا هني هالشاشه، قال لي create project from a template. ما ابي template يعني اكواد بارزه، ابي يكون فاضي. اقول له next. بعدين اسميه اي شيء، خلينا نسميه جافا. فينش. بيطلع لي شاشه بهالطريقه، قال لي project view. اضغط alt 1 زين سيده يفتح لي البروجكت. زين بعدين وين اروح؟ اروح على السورس، رايت كليك، نيو جافا، نيو جافا كلاس. زين اللي يحب يرتب شغله يقدر يحط في باكج. باكج هو عبارة عن ملف، ما في شيء زيادة. يعني مثلا باكج خلينا نقول نسميه جافا 1 مثلا، هاي اسم الباكج مالي، او خلينا نحط ال 1 كابيتال. زين هاي الباكج مالي، انتر، سويت لي باكج. بعدين شنو بضغط داخل الباكج نيو كلاس، خلينا نسميه مثلا تيست، اسم الكلاس. اوريدي اعطاني اسم الباكج واعطاني الكلاس، لاني ابي بس اشغله قدامكم عشان تشوفون. بكتب شنو مين، الحين اعطونا خاصيه انه بس اكتب مين اوتوماتيك اقدر
اوتوماتيك يكتب لي المين كامل، ما يحتاج يعني ان اكتبهم كلهم. اضغط عليه فتح لي هاي الاختصار اللي استخدمه دائما. بنحط هني هلو وورد، تمام. خلينا نشغل البرنامج، بنشغله من هني run. وبيشتغل عندي بدون اي مشكلة، تمام. نسبة حق اللي يبغي يعرف وين الفايل صاير، زين شلون اعرف؟ اروح هني على الفايل مثلا هالكلاس، ابي اعرف مكانه، اضغط عليه رايت كليك، اروح شو ان اكسبلورر، اضغط عليه طلع لي مكانه بالضبط وهاي الملف وين صاير، يعني في اي جزء. اعتقد كذي بيكون مفهوم. مو لازم اخليه داخل باكج، ممكن اخليه بدون باكج. اذا بدون باكج اقول له بس هني كلاس تيست 2 مثلا، صار برا على الباكج. زين اذا بنادي تيست 1 ما يصير الا لازم اكون في نفس الباكج، كذي ما بيتعرف عليه. خلينا نسوي كوبي حق المين بس عشان اراويكم انه شغال سواء في الباكج ولا بدون الباكج. شغال. إذن خلاص أريكم شيء وايد مهم، وايد منكم يغلط في هالشيء. إذا هني كتبت اسم الكلاس الثاني اللي هو تيست، هاي تيست، إذن ما بيتعرف عليه. ليش؟ لأن الباكج مختلف. إذا مثلا خلينا نسوي كلاس داخل الباكج نفسه تيست 3، تمام. واروح هني عطوني غلط، زين اشيل هاي الغلط. ف خلينا نقول في تيست نفسه بكتب اسم الكلاس اللي اوريدي موجود في نفس الباكج اللي هو تيست 3، اوريدي طلع لي، تمام عادي ما في مشكله. فلاحظوا اهم شيء لاحظوا الباكج اللي فوق، لا تتخربطون بينه وبين اللي ما عنده باكج. شوفوا هنا ما في باكج، هاي عنده باكج، فلازم كلهم اللي ببعض يكونوا في باكج واحد، تمام. اعتقد كذي مفهوم، تقدرون تشتغلون على البرمجة.